الخير اعزائي مشاهدين قناه المحور وبرنامج يوم سعيد، معاكم كوتش فتحي من ورا الجيم جري سكوير. النهارده ان شاء الله هنتكلم عن مشكله بتواجهنا كلنا، وهي مشكله الراوند شولدر ومشكله الكايفوزيز، بالتحديد الاكوارد كايفوزيز، او بما يسمى يعني باختصار القتم اللي هو بتخلي شكل يعمل الشكل ده. دي بتيجي بسبب قعده المكتب الكتير، بسبب قعده المذاكره اللي عاملينها غلط، بسبب مسكه الموبايل. احنا دايما بنبقى قاعدين تانيين ظهرنا وعاملين الشولدر لقدام، فالحل بتاعها اللي احنا نحاول نبطل العادات دي، ونحاول على قد ما نقدر نبقى فاردين ظهرنا طول ما احنا قاعدين. والنهارده هنعمل شويه تمارين نحاول نقلل بيها المشكله دي في مده قصيره. هنبتدي اول تمرين اكسترنال روتيشن، ده اللي روتيتور كارد. هنعمل كل واحد منه 3 مجاميع، كل مجموعه 15 عده. وبعد كده هنعمل استريتش للتشيست بالشكل ده. ده برضه هنعمله 3 مجاميع، كل مجموعه 30 ثانيه. وبعد كده هنعمل الشكل ده للابر باك. هنعمل تي باند. وقفوا اللحين كتفي على بعض. برضه هعمله 3 مرات 15 عدد. وبعد كده هنعمل التمرين الجاي دي كايفوزي. هنعمل بوزيشن دوج اند كات. برضه هنعمله 3 مرات في 15 عده، ونحاول نهولد ثانيتين بس فوق. واخر تمرين هنعمله هنعمل تريب ريزز. برضه هنعمله 3 مجموعات، كل مجموعه 15 عده، ونحاول نهولد فوق ثانيتين. كان معاكم كوتش فتحي من برنامج يوم سعيد قناه المحور، نور الجيم جريس كوير.